جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومن يقع في عرض عالم من العلماء وندم على ذلك ندما شديدا، بماذا توجهونه الآن جزاكم الله خيرا، وكيف تكون كفارة خطيئته تلك؟ الوقوع في أعراض المسلمين محرم لأنه غيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة لأنها ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فعلى كل حال الغيبة محرمة، وغيبة العلماء وولاة الأمور أشد تحريما لما في ذلك من الفتنة، ولما لهؤلاء من الحق الواجب على المسلمين. غيبتهم أشد تحريما، ومن وقع في غيبة أحد من الناس فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ويطلب المسامحة، يطلب المسامحة ممن اغتابه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك فإنه يدعو له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها، يثني عليه ويدعو له في المجالس التي اغتابه فيها. نعم.